السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن شاء الله النهاردة هنعرف إزاي إن احنا نعمل تطبيق عن طريق برنامج بلينك. من خلال التطبيق ده نبدأ إن احنا نتحكم في شريط RGB LED اللي هو WS2812B. ده اللي هيحصل إن شاء الله في حلقة النهاردة. زي ما احنا شايفين هنبدأ هنا نختار الإضاءة اللي احنا عايزينها أو اللون اللي احنا عايزينه من الألوان اللي احنا شايفينها قدامنا دي. تمام، ونقدر كمان نتحكم في البرايتنس، في شدة الإضاءة. ونقدر كمان ان احنا نعمل وضع الرينبو زي ما احنا شايفين. ونقدر كمان نتحكم في الديلي بتاع حركة الرينبو من خلال هنا. نوقف الأول ونبدأ ان احنا نخلي الديلي 10 على سبيل المثال، ونشغل تاني. زي ما احنا شايفين الحركة بقت أبطأ. ونوقف وضع الريمبو ونرجع تاني للتحكم في الألوان. وطبعا لما نيجي تحت كده نطفي خالص. الخطوات اللي احنا محتاجينها في حلقة النهاردة، اول حاجة محتاجين شريط LED RGB. الشريط اللي انا هستخدمه هو WS2812B، بيشتغل عند جهد 5 فولت. الشريط اللي انا هستخدمه هو Addressable RGB، يعني اقدر اتحكم في كل الداية على حدة. ولكن احنا مش مهم اوي حتة Addressable دي، ولكن انا بقولك لان الكود اللي انا هستخدمه متوافق مع النوعية دي من RGB اللي هو WS2812B، وبيشتغل عند جهد 5 فولت. طبعا الشريط اللي انا استخدمه 5 متر، المتر فيه 60 للداية، يعني كده محصلة 300 للداية في 5 متر. تمام كده، 300 للداية في 5 متر، ده معناه ان مش هينفع ان انا مدهم مباشرة من النود MCU او من شريحة الـ ESP بشكل عام. يعني ما ينفعش في النود MCU اخد الطرف الـ V input اللي هو بيبقى عليه 5 فولت ادخله على طول مباشرة على شريط اللدات، لان محتاج باور اعلى. فعشان كده استخدمت SMPS عشان امد الشريط بالباور. انت طبعا على حسب عدد اللدات اللي انت مستخدمهم، مثلا 10 لدات 20 لداية، مفيش مشكلة ان انت تشغلهم عن طريق النود MCU من غير ما تحتاج لباور سبلاي خارجي. احتاجت باور سبلاي خارجي يبقى هتعمل ريفرنس جراوند او هتعمل كومن جراوند، هتوصل الجراوند بتاع الاس ام بي اس بالجراوند بتاع النود ام سي يو. طيب دي التوصيله. شريط الار جي بي بيحتاج 3 اطراف، طرف جراوند وطرف 5 فولت وطرف ديتا. الديتا ده هيتوصل باي طرف ديجيتال على النود ام سي يو، وليكن دي 1. والخمسة فولت باخدهم من الفي انبوت، لان طرف الفي انبوت بتاع النود ام سي يو بيبقى عليه 5 فولت. والجراوند زي ما قلت لك لو العدد محدود هتمد الباور عادي من نود ام سي يو، لكن لو عدد كبير زي حالتي 300 للداية 5 متر 60 للداية في المتر، يبقى في الحالة دي هنمده من باور سبلاي خارجي. ندخل على ازاي هنضيف المكونات على برنامج بلينك. مبدئيا هنفتح برنامج بلينك، وبعد كده هنكريت نيو بروجكت، وهنسمي البروجكت ده على سبيل المثال. وهختار الشريحة اللي انا هشتغل عليها هي نود ام سي يو، واقول له اوكي. وبعد كده هقول له كرييت، هيبدأ يكريت لي البروجكت الجديد. هيبعت لي اوثنتيكيشن، طبعا رقم هيتبعت لي على الايميل بتاعي. الاوثنتيكيشن كي اللي هيتبعت لي او التوكن نمبر ده هبدأ ان انا اخده ادخله في الكود بتاعي. تمام كده، في الكود بتاع الاردوينو IDE. فاقول له اوكي، وهيبدأ يبعت لي الرسالة اللي فيها الاوثنتيكيشن نمبر او التوكن على الايميل بتاعي. هبدأ ان انا دلوقتي اضيف مجموعة المكونات اللي هحتاجها في التطبيق. فاول حاجة هعمل اد، زي ما انت شايف بيديني 2000 بوينت او انرجي بوينت، ان شاء الله يكفوا في المشروع. المشروع تقريبا محتاج 1200 نقطة منهم. تمام كده، فاول حاجة هندرجها اللي هو الجزء الار جي بي. فهننزل كده نلاقي ZRGBA هو ده اللي انا هضيفه. فهبدأ ان انا اضيفه، وهبدأ ان انا اكبر الحجم بتاعه على سبيل المثال. تمام كده، وهبدأ اضغط عليه عشان ادخل للكونفيج بتاعه او الاعدادات او السيتنجز بتاعته.
هبدأ أول حاجة أقول له ميرج من هنا، أفعل الميرج ده، فهضغط هنا كده عشان يشغل لي الميرج عشان أقدر أخلط ألوان مع بعض. وبعد كده في البين ده هضغط على بين، وعلى حسب الكود أنا مش عايزك عادي يعني، تقدر أنت تغيرها من هنا أو تختار رقم براحتك أو تختار فيرشوال بين من هنا براحتك، أنا هلتزم بفي واحد. تمام كده، أنت على حسب ما هتحطه هنا هتحطه في الكود عندك في كود الأردوينو آي دي. تمام، وسند اون ريليس، لا خليها اوف علشان مجرد ما اقف عليه يبعت اللون على طول. تمام كده، اول كومبوننت انا ضفته. تاني كومبوننت هضيفه هو السلايدر، فهو ده. هبدا اخلص، ادخل على السلايدر عشان اعمل كونفيجريشن ليه، عادي ممكن اسميه او مسميهوش مش فارقه، اهم حاجه هضغط على البين وهثبته عند فيرتشوال هنا، بختار فيرتشوال من هنا وهخليه في زيرو. تمام كده، وبعد كده خلاص كده السلايدر تمام. بعد كده هبدا اضيف بوتن، هبدا اضغط على البوتن ده وهختار هنا البين فيرتشوال في 2 وهسيبه 0 و 1 زي ما احنا. خليني بس ارجع هنا كده للسلايدر، اخلي بدل 0 1023 اخليها من 0 ل 255 عشان الار جي بي الليفل بتاعه من 0 ل 255. تمام كده، هبدا اضيف اخر حاجه. نيوميريك انبوت، لسه بس فاضل ان انا احدد له طرف، فاختار فيرتشوال بين 3 واخلي القيمة بتاعته 10. انا مش عايز ازود الديلي، انا عايز ديلي من 0 ل 10 بس عشان ما زيدش عن 10 ملي ثانية، لان 10 ملي ثانية وانا عندي 300 RGB معناها 3 ثواني اول ما يخش في الفور لوب ينفذها كلها عشان يعمل شكل الرينبو او قوس القزح اللي بيبان ده، هيستغرق 3 ثواني عشان يخرج من اللوب دي. فتلات ثواني هو زمن كافي او انه ما يحصلش تايم اوت في البلينك ويسبب لي ايرور او يفقد الاتصال، فانا مش عايز الزمن ده يكبر. بس بكده نكون عملنا كل مكونات التطبيق، ودي كل مكونات التطبيق. المفروض انت تروح للميل بقى علشان تاخد الاثنتيكيشن او تاخد التوكن اللي اتبعت لك على الميل عشان هتحطه في الكود او هنستخدمه في الكود اللي هنشرحه دلوقتي. طبعا اتأكد وانت بتبحث في الميل ان انت هتقف على الميل بتاعك وهتختار اول ميل من هنا، لانه ساعات بيروح في السبام ما بيروحش فيه الانبوكس مباشرة، فاضغط اول ميل عشان تلاقي الرسالة عندك، وبتبقى باسم التطبيق بتاعك وبتلاقي الاثنتيكيشن نمبر او الاثنتيكيشن توكن هو ده، بتنسخه وهنحطه في الكود بتاعنا في الاردوينو اي دي. نيجي ندخل على جزئية الكود، فاحنا بنستدعي اللايبراري او المكتبة اللي اسمها فاست ال اي دي، ودي اللي بتتعامل مع شريط الار جي بي اللي قلنا عليه. اول حاجة بديفاين عدد الار جي بي اللي موجودة وعدد الليدات اللي موجودة في شريط الار جي بي اللي هو عندي 300 لداية، انت هنا بتحط الرقم اللي عندك. هنا هدخل الاثنتيكيشن، وهنا هدخل الاس اس اي دي او اسم الشبكه بتاعتي اسم شبكه الواي فاي، وهنا الباسورد بتاع شبكه الواي فاي. بعد كده هنا بدخل الطرف اللي انا موصل عليه شريط الار جي بي اللي هو دي 2 عندي. تمام، سواء بقى دي 1 دي 2 انت شوف الطرف اللي انت محتاجه. وهنا دي مجموعه المتغيرات اللي انا هحتاجها جوه، وباجي هنا في الفويد سيت اب ببدا ان انا اعرف الاوثنتيكيشن والاس اس اي دي والباسورد في بلينك، ومكتبه الفاست ال اي دي بدخل لها الليد تايب والبن اللي انا موصل عليها والكالر اوردر والاراي المصفوفه اللي انا حجزتها والكلام ده كله. فباجي هنا بالنسبه لجزئيه بلينك، دي الفيرتشوال بنز اللي انا عينتها بوصل لها بالفانكشن بتاعت بلينك رايت، والفانكشن دي بتتنادى في حاله ان انا بعدت اي قيمه او غيرتها من التطبيق. بندخل بعد كده على دالة بلينك رايت في زيرو، لو احنا فاكرين الفي زيرو ده كان متعين للسلايدر او اللي بتحكم فيه في البرايتنس، فهو متغير واحد بستقبله على متغير انا معرفه فوق اسمه داتا، مديله قيمة افتراضية 255 علشان ياخد اعلى قيمة ليه او اعلى برايتنس ليه بشكل افتراضي.
تمام كده. فالبرايتنس ده انا لما بستقبله طبعا عن طريق الفانكشن دي وبحوله الانتجر وبحطه في المتغير اللي انا حجزته. بعد كده بروح استدعي فانكشن اسمها ستاتيك 1. الفانكشن دي بتاخد 4 arguments r و g و b اللي هو الالوان، درجات الالوان الثلاثة، والديتا اللي انا استقبلته من هنا او شدة الاضاءة او البرايتنس. لما بروح للفانكشن اللي اسمها ستاتيك الاقيها بتاخد الاربع حاجات دول، وده اللي بيمثل فيها البرايتنس. تمام كده. الدالة اللي بعد كده V1، لو احنا فاكرين V1 دي كانت بتاعة الكمبوننت الـ ZRGBA اللي كنت بتحكم منه في الألوان او بختار منه درجة اللون اللي انا محتاجها. فهنا طبعا انا عامل هنا متغير اسمه مود علشان اعرف انا في وضع الرينبو ولا لا. تمام كده. لو بصفر يبقى انا مش في وضع الرينبو، فابدأ اخد الكولرز او درجات الألوان اللي انا محتاجها بستقبلها على الثلاث متغيرات بارامتر 0 بارامتر 1 بارامتر 2، لان الكومبوننت ده بيبعت لي ثلاث متغيرات فيها قيمه الار والجي والبي من 0 ل 255، باخدهم احولهم لانتجر واحطهم في المتغيرات اللي انا حجزتها، وبعد كده ببعتها لداله الاستاتيك 1 اللي هي بتاخد 4 arguments بتاخد الثلاث درجات الوان والبرايتنس اللي حصلنا عليها من الداله اللي قبل كده. الداله اللي بعد كده البارامتر اللي اسمه المود او هنا هو الرينبو مود، والمود ده بستقبله لو كنت بقت بواحد، يعني انا فعلت البوتون من التطبيق من تطبيق بلينك، وده زي ما قلنا لو كنت بقت بواحد يبقى انا كده هفعل المود اللي قلت عليه. طبعا الفي 3 اللي هو الديلي اللي هو الكومبوننت بتاع النيوميريك فاليو. تمام كده. وبدخل هنا كده بشغل الدالة او اللوب بتاعه البلينك، ولو المود بقى بواحد يعني انا فعلت وضع الرينبو، هبدا ادخل هنا في الفور لوب دي. الفور لوب دي بنفذ فيها ان انا خلال ال 300 للدايه بعمل عليهم تاثير القوس قزح، فقوس قزح بيمشي كده بالترتيب من بره لجوه تمام على حسب الرقم اللي انا فيه، بعمل التأثير كده في الرقم اللي انا فيه. فالتأثير او الدالة دي زي ما انت شايف هي دي اللي بتعمل لي تأثير قوس قزح او التأثير اللي احنا بنشوفه ده. تمام. بعد كده بنده الفانكشن بتاعت فاست LED شو، وهي دي اللي بتنفذ او الفانكشن اللي لازم بعد ما انفذ اي امر اكتب الفانكشن دي علشان الامر يتنفذ. وبعد كده بحط الديلي اللي انا استقبلته اللي هو من 0 ل 10، وبكده نكون انتهى الكود. تعالى ان احنا نجرب قبل نهاية الحلقة ونشوف. بكده تكون انتهت حلقة النهاردة. ما تنساش لو انت مش مشترك في القناة ياريت تشترك علشان تدعمنا، وما تنساش تعمل لايك وشير للمحتوى لو عجبك. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.